لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أعربت شركة أمريكية ضخمة عن رغبتها في القدوم والاستثمار بالصحراء المغربية في حالة توفير التحفيزات اللازمة، بعد أن تبين أن ولاية واشنطن تتوفر على برنامج مهم من أجل التنقيب عن وجهات استثمارية آمنة بإفريقيا في مجال الطاقات المتجددة خاصة المغرب. وجاء عرض فرص الاستثمارات في الطاقات المتجددة بالجنوب خلال لقاء نظمته الشبكة المغربية الأمريكية حول التحول الرقمي والاستثمار بجهات الصحراء المغربية، حيث أوضح حمادي الفيلالي منسق الشبكة بالمغرب سبل جذب استثمارات أمريكية نحو جهات الصحراء وما تقدم هذه الجهات من إمكانيات هائلة وتحفيزات مهمة من أجل جعل الجهات الجنوبية للمملكة وجهة استثمارية مفضلة بالنسبة للمستثمر الأمريكي، خصوصا بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء. وفق المساء من جهته أبرز عبد العظيم العلوي عن المركز الجهوي للاستثمار بالعيون المؤهلة والإمكانيات الهائلة التي تخرج بها الجهة، موضحا المهام التي يتطلع بها المركز من أجل تقديم تسهيلات لازمة للمستثمر الأجنبي. نشكركم على حسن المتابعة.